السلام عليكم، معكم فدوى وقناة قطوتي. الوصفة ديالنا اليوم هي وصفة ديال الكيك اللي عادي جدا، ولكن التزيين ديالو كيجي رائع بهذا الشكل. المكونات ديالو متواجدة في كل بيت بجوج بيضات فقط، كيجي رائع بهذا الشكل. كنتمنى انه ينال اعجابكم. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبداو، الى مازال ما اشتركتوش في القناة ما تنساوش انكم تضغطوا على المربع الاحمر الموجود اسفل الفيديو، تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم دائما جديدي، وتضغطوا على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والعائلة ديالكم. ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج، عندي جوج حبات ديال البيض الحجم المتوسط، عندي الفاني، هنا عندي الفاني بودره، غادي تستعملوا كيس من سكر الفاني او الفانيلا السائله، عندي قبصه من الملح، كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 100 غرام ديال سنيده، عندي كاس ديال الزيت النباتيه، عندي كاس ديال العنبه ديال الحليب، وعندي جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلويات. المجموع ديال الوزن ديالهم هو 14 غرام. وعندي الدقيق جوج الكؤوس ديال العنبه او ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق. اذا هادو هما المقادير، بسيط جدا. ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي نجيب الاناء اللي غادي نخلط فيه. غادي نوضع فيه اول حاجه الحبات ديال البيض، جوج حبات ديال البيض، من الاحسن انهم يكونوا دائما في حراره الغرفه عفوا، اذا خارجين من الثلاجه من قبل ما نبغيو نستعملوهم باش ينجح لينا الكيك ديالنا. غادي نضيف هنا القبصه ديال الملحه، وغادي نضيف العناصر كاملين اللي هما سنيده والزيت والحليب والدقيق والخميره، يعني سريعه جدا. الا ما كنتوش كان عندكم الكاس ديال الخلاط، كيمكن لكم انكم توضعوا كاع هادشي في الكاس ديال الخلاط وتخلطوه، والكيك تكون عندكم واجد. هنا غادي نضيف نصف ملعقه صغيره ديال بودره الفاني، كيف قلت لكم تعوضوها بكيس ديال السكر ديال الفاني. وغادي نوضع الزيت، يعني جميع المقادير كلهم في طبقه واحده، يعني ما كتاخذش نهائيا الوقت، والكاس ديال الحليب. وغادي نجيب الطراب اليدوي العادي، وغادي نبقى تنخلط حتى غادي ينسجموا ديال العناصر ويدوب لي السكر وجميع العناصر ينسجموا، ومن بعد نضيف لهم الدقيق والخميره. كي قلت لكم كيمكن لكم انكم تستخدموا العجانه ولا تستخدموا كاس ديال الخلاط، يعني سريع جدا، توضعوا فيه جميع المقادير وتخلطوهم وتكون الكيكه ديالكم واجده. هنا غادي نجيب غربال او صفايه فاش غادي نغربل الخميره ديالتي والدقيق، باش نتاكد ان ما بقاش فيهم الحبيبات اللي غادي يبقاو ليا في الكيك. غادي نغربل الخميره ديالتي، ثم الدقيق، جوج كيسان ديال الدقيق ما يعادل تقريبا زلافه 200 غرام ديال الدقيق، وغادي نغربلهم، ثم غادي نستمر في الخلط. غادي نخلط مزيان حتى غادي يتخلط ليا الكيك ديالي وما يبقاش فيه الدقيق نهائيا. من بعد ما خلطت الكيك ديالي، كنجيب الاناء اللي غادي نوضع فيه الكيك. غادي ندهنوه بالزبده بحال هذا الشكل، كيمكن لكم انكم تدهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق. انا غادي ندهنوه فقط بالزبده لان هذا المول عندي غالبا ما تيلصقش ليا الكيكه. من بعد غادي نصب فيه الخليط ديال الكيكه بحال هذا الشكل، وغادي ندخلو الفرن اللي يكون سخون من قبل حتى يسخن الفران، عاد باش تنقصوا حسب النوعيه ديال الفرن ديالكم. الا كنتو عندكم فران كهربائي كديروا على 180 درجه وكتخليو الكيكه حتى كطيب لكم. الا كان فران غازي، غادي ديروه الفوق وتشعلوا ليه من التحت، تخليوه في الفرن اللي هو يكون ناقص لمده ديال نصف ساعه، عاد باش غادي نحاولوا اننا نطلعوا عليه ونشوفوا واش تحمر. الا ما تحمرش نزلوه حتى يتحمر. من بعد ما كتخرج الكيكه ديالتي من الفرن، كنخليها حتى كتبرد تماما، عاد باش كندوز للتزيين ديالها. التزيين كيبقى اختياري او على حسب اللي توفر عندكم. انا هنا غادي ندهن ليها الجوانب بمربى المشمش، وغادي نزينها بالفيرميسيل وبياغورت ديال الشوكولاته. كيمكن لكم انكم تكتفيو كحل كتزيين بسيط انكم تزينوها دهنوها بمربى المشمش وتزينوها بالكوك او بجوز الهند. انا هنا غادي ندير ليها التزيين هذا، غناخذ الشوكولاط الشعريه او فيرميسيل شوكولاطه، غادي ندوزو ليها من الجوانب بحال هذا الشكل من بعد ما دهنتها بمربى المشمش،
ومن بعد من الفوق غادي ندير ليها ياغورت شوكولاتة بحال هذا الشكل. غادي نحاول انني نسرحه على الوجه كامل بحال هذا الشكل، وفقط بالملعقه غنحاول انني نزين الوجه ديال الكيكه ديالتي بحال هذا الشكل حتى تعطيني الشكل. نبقى كنجرب الملعقه هكا الوسط حتى تعطيني شكل اللي هو مرتب وزوين، ومن بعد نزينها اما بكاوكاو مهرمش او بفيرميسيل شوكولاته كيف انا زينتها من الاول. من بعد هنا تنجيب فيرميسيل اللي انا صنعتها بيديا في المنزل، كتجي اقتصادية على الفيرميسيل اللي كنشريو هنا بنكهة الفاني وبشوكولاتة. غادي نخليها لكم في واحد ديجا نزلتها لكم في القناة في واحد الفيديو، غادي نخليها لكم في واحد اللي غادي يطلع لكم دابا في الشاشة. غادي نزين بها الجوانب، كيمكن لكم انكم ديروا حبيبات الشوكولاتة او كي قلت لكم كاوكاو مهرمش او اي حاجة توفرت عندكم. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالتي ديال اليوم. بسيطه المقادير، المقادير ديالها متوفرين في كل بيت، ولكن في نفس الوقت المنظر ديالها كيجي رائع وكيجي راقي جدا. كيمكن لكم انكم تحضروها للوليدات ديالكم او تحضروها في العرضات ديال الكوتي ديالكم، كتجي هشيشه جدا ورائعه. كنتمنى انها تنال اعجابكم وانكم دائما تجربوها في المنازل ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش دائما بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع العائله ديالكم، تخليو ليا دائما تعليقاتكم المشجعه والمفرحه في صندوق التعاليق او خانه التعاليق في الاسفل، وتضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.